السلام عليكم، كنشكركم دائما بعد الالتفات من عند الناس ديال اشواقع. عندنا واحد الدار رايبه في الحومه، عندنا هنايا مده شي من 2013 يمكن ولا شي 2012 وهي رايبه. مسبلنا بزاف الحوايج ديال العراقيل، مجموع فيها الزبال، مجموع فيها الخناز، الكلاب، حاشاك المشاش، اي حاجه فهمتيني اللي كيتم عندنا. فهمت الناس كتعاني من هاد الخربه اللي كاينه هنايا. كاينين الناس تاع الحومه، كاين شي ناس متطفلين اللي باغين الخير للحومه وباغين حوايج ايجابيه. نضنا كاين واحد الجمعيه يلاه باديه في الاوج، العطاء ديال البدايه ديالها باقي ما توصلش بشي بالوصل النهائي ديالها كذا، ولكن الدراري خدامين. تجمعنا كنمشيو، اتصلنا بالنائب رئيس المجلس البلدي سي الياس، استجب لنا الدعوه ديالنا، وقف معنا، جاوا دابا راه الناس خدامين فيها، جاوا ناس مسؤولين راه خدامين فيها. هذا هو الاهم اللي بغينا فيما نتصلوا بداك الانسان لقاو التليفون ديالو شاعل، مي فيما اتصلنا به كنلقاو التليفون ديالو شاعل. هذا هو الافونتاج اللي كاين. كانت حاجه طبيعيه، راه اللي جا عرفتي شنو، راه اللي غيحس بها هو اللي ساكن حداها، هو اللي الدار اون فاس معاها، اللي كيتم دايز عليها هو اللي غادي يحس بها. حيت ملي كتم دايز كتلقاو رغم داك الشيء كامل كل سيمانه كنجمعوا منها الازبال كنقيوها، لدرجه كنقول لك الا خلينا غفلنا على شي شهر ولا شهرين تقدر شي حاجه تشوف فهمتيني، ما يمكنش فهمتيني. ليكوشات، حاشاك، بزاف الحوايج كيتلاحوا فيها. كانت عرقلة وحشومة في شارع الرباط، حي في شارع الرباط، كحضارة كمنطقة قديمة، بأن يكون فيها خربة بحال هكا مهجورة ما تسوقها حتى شي واحد، حشومة. وكاين واحد الصندوق ديال الدم هنايا، واحد الصندوق اخويا قال لك كان عندنا واحد الكوفر شي حاجة قد كنا جينا كملنا به واحد الصور مني مع مرة كنحاولوا نصلحوها، كنديروا الإصلاحات ديولها، جينا كملنا به كنتفاجئوا بان المسؤولين كيجيو عندنا كيقول لك فين هو الكوفر اللي جبدتو ديال الدم من الخرفه. قلنا لهم راه ما كاين لا دابا الصندوق فين هو اللي بغيتو تجبدوه، هزوه هو فين هو، هزوه وحيدوا علينا بالكوفر بذهبو بكل مالي. صح ما كاين حتى شي حاجه، راه الناس تبارك الله خدامه، كاين مسؤولين خدامين معانا، كنشكر اي واحد استجب لينا، اي واحد وقف معانا، وكنشكر اي الناس تاع المنطقه اللي تاع الحومه اللي زعما واقفين مع الخدامه اللي من ناحيه اي حاجه فطور غدا زعما داكشي. شوف الناس ديال الكرام، هادشي واخا خاصهم يتقالش، ولكن الحمد لله باقي الناس تاع الكرام واقفين معاهم. السلام عليكم. حنا هاد الدار كانت لعبت خلاو هما ليها، ولاو كيخبوا لينا فيها الزبال، ولاو فيها الطوبات كيخرجوا لينا منها شي حناشي بزاف، والخنز اللي جا كيلوح الزبل، كيلوح سميتو، جات واحد الكلبه حاشاكم ولدت 9 الكليبات، ولا الخنز، بحكم كاينين وليدات صغار، كاينين ناس كبار، كاينين سميتو. دابا حنا اتصلنا بالمسؤولين السيد الياس البداوي، وقف معنا سيد رئيس مجلس بلدي، وجاو الناس مسؤولين، هذا راه من طرف السلطه، راه ماشي جا بنادم الطفال ولا صالح مالين ربيه، لانه ما غادي يرتاحوا هما غنرتاحوا حنايا، وما درناش شي حاجه اللي هي خارق القانون. والله ينصر سيدنا، والله يخلي لنا السلطه، وحنا ديما كنجندوا بالسلطه. الياس ولا وقف معنا، وبغينا يوقف معنا في اي حاجه، وهادشي اللي كاين سيدي. حنا ما درناش شي حاجه اللي هي خايبه، والله يجازيكم بخير. بالنسبه لهاد الكفرفور، هذاك السيد كان كيبيع الدب في الشارع، صديق ديالنا، نهار اللي كرا الحانوت وداكشي مابقاش تاع الدب، كانوا يجيو يدخلوا عندي انا الروا، قالوا لي الناس راه يهود ليك الدار، هذا راه ثقيل، جابوا حطوا هنا خاوي، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه والو. تقول هو كيقول اليوم غدا نديه، فاش غيديه؟ هذا غيديه حتى لمراكش، ما يمكنش، فاش غيديه؟ ما عندوش فاش يديه. لا فيه الذهب والجوهر والديامون. اش فيه؟ كاين شي واحد في الدب وفي هادو، ويجي يحطو هو هنايا في خربه، ما
انا سيدي هو وحاطوه هنا تيجي يديه ولا يدبر راسه ولا المهم حنا اللي علينا الناس مساكرة تعذبوا فيه راه ما يقدرش يهزوا 10 الناس راسه اخرو تما جات السلطه شافت صورت راه هي ديت التحريه ديالها والسلام عليكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.